برحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين. دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول ايه؟ مؤسسات المجتمع المدني شركاء رئيسيين في عمليه التنميه. دايما بتشاركني كمؤسسه مجتمع مدني في التنميه للدوله المصريه، لان ايد لوحدها مش هتقف والدوله مش هتعمل كل حاجه، لازم كلنا نبقى ننطلق للامام، وهذا هو أنا. بتقول كده ليه؟ مؤسسة سقيا الماء في الفترة اللي فاتت العديد من الأحداث، العديد من الأنشطة، كل التنمية الحقيقية زعناها هنا في البرنامج ده على ضربه، وبيتم نقل نوعية أكثر إيجابية بهذه المؤسسة خاص بالتنمية. خلوني الأول عشان نوصف دايما اللي أنا بشرحه لكم ده، أرحب بضيفي الدكتور صالح الشواف أحد علمائنا. برحب بيك يا دكتور صالح ومنورنا وليك وحشة. أهلا أستاذ هاني، ربنا يبارك في حضرتك. افتقدناك الفترة اللي فاتت، وبعض الأسئلة كده كانت على صفحة البرنامج قلت لهم والله جاي. ربنا يخليك يا أستاذ هاني. ربنا يعيدك ويسعد دايما. قبل ما كنا نطلع هوا كنت بتناقش معاك في موضوع التنمية والمساعدة وفعل الخير، كان ليك دايما وجهة نظر إن هي دي دايما التعاون، ولنا في القصص من ايام بقى سيدنا النبي التعاون الايجابي جدا في موضوع تعاونه بقى على البر والتقوى. ما بالك بقى لما بتعاون على بر وتقوى وتنميه وخير ودعم للانسان، رساله مهمه. اخد تعليقك الاول يا دكتور. الحقيقه هو ده العمل المبرور والله العظيم، ان الانسان يرجو ثوابه بين يدي الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، لان هو ده الاثر الحقيقي اللي بيبقى للانسان. ربنا سبحانه وجل وتعالى بيقول لنا استاذ هاني سنكتب ما قدموا واثرهم، فهو ده الاثر اللي بيبقى للانسان. قدم ايه للمجتمع؟ قدم ايه لخلق الله؟ قدم ايه للناس؟ بماذا افاد الخلق؟ لان في ناس كتير يا استاذ هاني بتمتلك مقومات النجاح، عندها اموال، عندها شركات، عندها تجارات ناجحه، بس هو قدم ايه لغيره؟ ما قدمش حاجه لغيره، هو قدم لنفسه، قدم لذاته، قدم لارضاء نفسه وارضاء ذاته، لكن ماذا قدم لله؟ ماذا قدم للمجتمع؟ ماذا قدم للخلق؟ ماذا قدم للفقراء؟ ماذا قدم للمساكين؟ ماذا قدم لبلده وللناس؟ الحقيقة محتاجين ان احنا نراجع نفسنا في إجابة السؤال ده، ماذا قدمنا لخلق الله؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا وقال لنا ان خير الخلق وأفضل الخلق هم أنفعهم للناس، اللي بينفع خلق الله، واللي ربنا بيجري على إيديه الخير للخلق، واللي ربنا بيجري على إيديه النفع للناس. والحقيقة يعني هو ده الدور اللي بتقوم به مؤسسة سقيا الماء، هذه المؤسسة المباركة بما تقوم به الحقيقة من جهود مباركة في حفر الأبار وتوصيل المياه. وأنا كنت مع حضرتك يا أستاذ هاني في مطروح، وكنت سعيد جدا بصحبة حضرتك في هذه الزيارة الجميلة. مسافة شاسعة، كنا تقريبا على حدود انت بتتكلم على حدود بقى ليبيا، ده كنا على حدود ليبيا 60 كيلو او 70 كيلو تقريبا على حدود ليبيا يعني في اعماق الجبال، بنروح لناس سبحان الله. انا كنت بشوف الناس واشوف الفرحة في وجوه الناس واحنا بنشغل البير، والله العظيم فرحة لا تضاهيها فرحة، ومتعة وسعادة لا تضاهيها سعادة، ومجهود يستحق أن يدعم ويشكر، وأن احنا نقف معاه بكل ما أوتينا من قوة. عاوز أكمل سعادة وفرحة بالتوم بتاعتك دي، عشان احنا النهاردة في فقرة سقيا الماء عايزين نفرح الناس ونوريهم احنا فين على الأرض. سيادة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بالأمس يا جماعة كان بيشهد توقيع بروتوكول تعاون بيسهم، خدوا بالكم بقى، بيسهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب. تم توقيع البروتوكول ده مع مين؟ مع مؤسسة سقيا الماء. لإيه؟ لدعم وإقامة وإسهام المؤسسة مع الوزارة في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب، وزعنا هنا عربيات التدريب المتنقلة اللي أنتوا شفتوها. هذه هي التنمية الحقيقية، هذه هي النقلة اللي بقول لكم عليها. طب ما انت ما تسمعنيش ووريني. يلا يا تامر. النهارده واحنا بنتكلم على بروتوكول زي دوت، بالتاكيد احنا محتاجين ان احنا يبقى في دايما تعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني. النهارده التعاون فيما بين التدريب المهني في القوى العامله وسقيا الماء بالتاكيد ده هيضيف خلال المرحله اللي جايه تعاون مثمر لصالح المواطن المصري. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نترجم كل البروتوكولات او العلاقات فيما بين الوزارة واجهزتها
مع كل مؤسسات المجتمع المدني عشان نخدم المواطن المصري في النهاية. طبعا الانتقال من مجرد أنشطة كتير جدا متنوعة لمؤسسة سقيا الماء في فكرة بقى مساهمة في تدريب وتشغيل مع الوزارة بدعم الخريجين طبقا للآليات الرسمية من خلال وزارة القوى العاملة، بيبقى هو ده التكاتف الحقيقي اللي بتأكد بيه المؤسسة في ملف مهم جدا طبقا لبقى مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، هي دي الإيجابية. دكتور صالح، الدولة متمثلة في وزارة القوى العاملة بروتوكول مهم جدا مع مؤسسة سقيا الماء، شفنا كلمة معالي الوزير والتعاون، ان انت هنا بتخلق بقى مشروعات متوسطة او صغيرة للمتدربين اللي دايما بنأهلهم لسوق العمل من خلال الوزارة، وسقيا الماء بتساعد مشروعهم. اعتقد كده الحسنة بقى والثواب، مش فكرة ان انا بعمل حاجة مؤقتة، ده انت بتخلق لشاب فرصة عمل ممتدة. الحقيقة خطوة مميزة ومهمة جدا لمؤسسة سقيا الماء، واضافة جديدة تضاف لهذه المؤسسة المباركة اللي هي تعمل في كنف يعني مؤسسات الدولة وتتعاون مع الدولة بهذا الشكل الراقي. الحقيقة وده بيثمر ان بيعود على الفقير، كل ده بيعود على المحتاج، ان ما تبقاش الجهود مشتتة ومفرقة، بالعكس بتبقى الجهود كلها جهود موحدة وكلها بتتضافر وتجتمع لخدمة الفقير. زي ما بنقول دايما يا دكتور صالح، يعني ايه، انت علمنا صداد سمكة ما تدهنيش، يعني المؤسسة اللي انا راح اديك مبلغ من المال كمؤسسة بدعمك بيها، على عكس ما اخلق لك فكرة مشروع بالتنسيق مع الجهات الرسمية. اعتقد دي بتبقى القيمة حتى على مستوى بقى الثواب ومستوى التواجد، حاجة جيدة جدا. وانا بشوف يا استاذ هاني بقى ان ده نوع من انواع الاحسان في الخير. نوع من انواع الاحسان في الخير، ان انا ما بروحش للفقير او المحتاج وبديله صدقة واسيبه وامشي، بالعكس ده انا بفتح له باب رزق وبفتح له مشروع يدر عليه خير، او بوفر له فرصه عمل تكون مصدر دخل ثابت ليه فما يحتاجنيش تاني. فده باب عظيم جدا من ابواب الاحسان في الصدقه، ان انا بس مش بطلع الصدقه بس بنيه التخلص او بنيه ان انا بطلع زكاه مالي وخلاص، لا ده انا باحسن وانا بتصدق. وعلى فكره السيده عائشه كانت بتعلمنا ده رضي الله عنها وارضاه. انا عاوز اسمع ده بالتفصيل، بس حابب افرح الناس معانا النهارده. الله اكبر. الاستاذ ايمن اطامش رئيس الاداره المركزيه للتدريب، والاستاذ مصطفى ريحان مجلس امناء مؤسسه سقيا الماء، اعتقد كان كلام مهم جدا، هو حتى ما بيظهرش اعلاميا خالص، فحابب اوريهم اللقاء اللي تم بعد توقيع البروتوكول، وارجع اكمل معاك لان النهارده يا جماعه الخير ممتد مع الدكتور صالح. ولكن يلا نفرح بناس بتحب مصر بجد، عنوانها العريض وزاره القوى العامله ومؤسسة سقيا الماء دايما للمواطن المصري. يلا بينا يا تامر. معايا في اللقاء ده بعد توقيع البروتوكول اللي بتشرف بيه في احلام مواطن، الاستاذ ايمن اطامش رئيس الاداره المركزيه للتدريب بوزاره القوى العامله. برحب بيك ايمن بيه ومنور. اهلا وسهلا بيك استاذ هاني، واهلا بقناه المحور اللي بالدور الكبير بتقوم معاه على اعلان او اظهار دور وزاره القوى العامله داخل جمهوريه مصر العربيه. بان سيادتك رئيس الاداره المركزيه للتدريب في الوزاره، الناس تبقى فاهمه هذا البروتوكول هيودينا لفين في هذا القطاع تحديدا. اولا انا بشكر معالي الوزير طبعا مش لاي حاجه، لانه فعلا اهتم بملف التدريب، والموضوع مش 13 عربيه متنقله بس، وانما هو في 38 مركز ثابت حاليا بيتم تطويرهم بالكامل على مستوى الجمهوريه 27 محافظه، وان شاء الله في مفاجاه باذن الله هتكون موجوده في مراكز ثانيه متنقله هيتم ضمها للمجموعه ال 13، بحيث ان احنا نستكمل ال 27 محافظه. بتشكى مرحله اولى، يعني احنا عندنا اكتر الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله في معالي الوزير بينسق انه ان شاء الله يوفر لنا كمان 14 عربيه متنقله، بحيث ان احنا نغطي جميع المحافظات، نظرا لنجاح عمليه العمريه للتدريب من خلال العربيات المتنقله، ودي كانت فكره رائعه من معالي الوزير والقائمين على الوزاره هنا. انا يمكن احدث واحد في الوزاره، ولكن انا جيت لقيت الموضوع شغال، وفعلا انا بشكر معالي الوزير على انه هو ركز على موضوع العربيات اللي كانت فعلا معدمه جدا، ويمكن حضرتك شفت الصور بتاعتها وتابعتها من البدايه للاخر. وصلنا بمرحله 13 عربيه في خلال من 1/10، يمكن حضرتك متابع معانا، لغايه
15/3 بالظبط احنا وقفنا التعامل او التدريب على مستوى الجمهوريه لان موضوع الكورونا حصل، فطبعا تم ايقافه. خلال الفتره الصغيره دي لخمس شهور تقريبا تم تخريج 770 متدرب من العربيات المتنقله على الاقسام المختلفه، التفصيل والخياطه والكهرباء والسباكه، ودول طبعا منتشرين على مستوى القرى الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه. شيء من المستهدف ان انت بتروح لاكثر الاماكن والقرى اللي محتاجه فعلا تواجد هذه العربيات عندهم. بالظبط، وقدرنا نوصل للمتدربات والمتدربين. ثانيا برضو ان معالي الوزير اصدر قرار او ادانا تعليمات ان احنا مده التدريب تنزل خالص من 4 شهور لشهر واحد بالنسبه لتفصيل الخياطه، بالنسبه للسباكه والكهرباء 15 يوم فقط، ودي فعلا فكره نجحت وهنعممها على مستوى المراكز ان شاء الله السنه الماليه الحاليه. مؤسسات المجتمع المدني، وسيادتك بتوقع النهارده بروتوكول مع مؤسسه سخيا الماء، بياكد دايما الدور اللي دايما سياده الرئيس بيقول عليه هم شركاء دايما في عمليه التنميه. انت كوزاره النهارده بتوقع بروتوكول مع مؤسسه سخيا الماء للتنميه في دعم هذا قطاع التدريب تحديدا، اعتقد رساله مهمه جدا ناخد تعليق سيادتك عليها برضو في تعاون ما بين المؤسسه والوزاره في هذا الملف تحديدا. اكيد احنا النهارده بنستفيد من بعض كوزاره او جمعيه. ان شاء الله احنا نوفر للجمعيه جميع اسماء المتدربين اللي تم تخريجهم خلال الفتره الصغيره اللي فاتت او خلال السنه الماليه اللي فاتت، وبناء عليه نبدا نحدد نوع المشاريع او نوع التوظيف ليهم من خلال الجمعيه، ونقدر نفسر او نتصل نوفر التواصل مع بعض انا والجمعيه ان شاء الله، بحيث ان احنا نحقق نتيجه ممتازه بالنسبه للمتدربين او الخريجين عموما يعني على مستوى التدريب. ده بالنسبه لل 13 عربيه تقريبا بالتحديد، ولكن هنشمل ان شاء الله 38 مركز تدريب على اساس ان احنا نشمل ال 27 محافظه باذن الله داخل الجمهوريه. توجه لشباب الجمهوريه انه فعلا يتجه لمديريات القوى العامله للتدريب على المهن الموجوده او المطلوبه في سوق العمل. الشهادات للأسف الشديد يمكن لو بنتكلم كمثال كلية التجارة بتخرج الألوفات، ولكن توفير فرص العمل ليهم بيكون قليل جدا، فممكن يتحول من مؤهل مثلا بكالوريوس تجارة يكون فني في مجال مثلا تبريد تكييف، نجارة، حدادة، أي مجال مطلوب في سوق العمل. أو التطور اللي حاصل دلوقتي بالنسبة للتكنولوجيا المعلومات، وإحنا ماشيين في تطوير مراكزنا عليها. الرسالة الثانية طبعا التحول الرقمي على مستوى الجمهورية احنا ماشيين فيه بطريقة سريعة جدا، ان شاء الله خلال فترة صغيرة جدا هيكون التقديم للتدريب المهني وقياس مستوى المهارة وجميع الخدمات في وزارة القوى العاملة من خلال الاونلاين باذن الله خلال ايام قليلة. ايمن موفقين ان شاء الله استاذ ايمن ومكملين معاكم على خير. القوى العامله الصراحه يعني جحت فقط اللي ينكر مجهودات غير مسبوقه في كل القطاعات، ولا سيما كمان قطاع التدريب اللي سيادتك بتشرف عليه او مسؤوله. اعتقد دايما ان شاء الله اللي جاي يطمن الشباب المصري باذن الله. زي ما قلت لكم يا جماعه على الجانب الاخر لو ده دور الوزاره، طب مؤسسات المجتمع المدني هي كمان بتفكر ازاي؟ هي كمان عاوزه تشارك ازاي؟ هي كمان عاوزه تثبت للدوله المصريه ان انا موجوده رغم ان الفتره الزمنيه لسه مش كتير قوي لتواجد هذه المؤسسة على أرض الواقع، ولكن الخطوات اللي تمت من خلال تنوع في التنمية والنشاطات غير مسبوقة لهذه المؤسسة هي اللي بتحكي عن نفسها. خلوني برحب معايا الأستاذ مصطفى ريحان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سخيا الماء. برحب بك يا أستاذ مصطفى، أول لقاء تلفزيوني منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. أنا عارف أن أنت مقل إعلاميا، وكاركتر شخصيتك أن أنت بتحب تشتغل بس مش بتحب تظهر في التلفزيون، ولكن احنا النهاردة قدام حدث، والحدث ده بيستدعي اللي بيأكد بيه أو بتأكد بيه مؤسسة سخيا الماء إن هي بتدعم في ملف مهم جدا مع وزارة عريقة زي وزارة القوى العاملة. كان لازم إن احنا يبقى لنا هذا اللقاء. كيف ترى وتقيم توقيع هذا البروتوكول اللي بتأكد بيه مؤسسة سخيا الماء لدعمها مع الدولة المصرية في كل القطاعات، والبداية كانت قطاع التدريب بوزارة القوى العاملة؟ وبداية احنا بنشكر معالي الوزير على استضافتنا النهارده وتوقيع البروتوكول. ثانيا احنا تماشيا مع سياسه الدوله اللي هي المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس بتوفير حياه كريمه للمواطنين، بناء عليه احنا كمؤسسه ارتئينا ان احنا لازم ناخد هذا الخط برضه وننتهجه وبتوفير ونكون في ظهر الدوله في مجهوداتها. ازاي المؤسسه دي حتى على عاتقها دعم للمواطن المصري واهالينا الطيبين من خلال الدوله المصريه والتنسيق مع الجهات المعنيه؟ اولا حضرتك احنا التنميه البشريه جزء لا يتجزا من تنميه المجتمع نفسه، وبناء عليه احنا جينا النهارده ووقعنا البروتوكول مع السيد الوزير. ربما هذا البروتوكول انت او انت هتستفاد منه مستقبلا، ان انت بعد ما الوزاره بتدربك بتعمل لك مشروع
وبتوفر لك مكان يبقى مصدر رزق ثابت ليك او ليكي من خلال التعاون ما بين مؤسسه سقيا الماء والوزاره، واعتقد بتبقى هي دي دايما القيمه الاهم. المجتمع المدني شريك اساسي في عمليات التنميه. سقيا الماء خطوات واسعه بتاكد بيها دعمها للدوله المصريه في كل القطاعات. هنا كانت البدايه، ولكن في مفاجآت كتير في الفتره القادمه مع هذه المؤسسه. العنوان العريض بتاعها فقط تحيا مصر. دائما وابدا تحيا مصر. تحيا كل ايد مصريه بتشتغل للمواطن المصري، دايما هو ده العنوان العريض والقيمه في هذا البرنامج على قناه المحور. فاول ظهور اعلامي كان مهم جدا بعد ما سمعنا الاستاذ مصطفى ريحان رئيس مجلس امناء مؤسسه سقيا الماء. نشوف المدير التنفيذي، وخدوا بالكم المدير التنفيذي مؤسسه سقيا الماء الاسبوع القادم بدات في الانترو بتاعي لحنين بمفاجاه كويسه جدا، وهي تعد كمان يا حنين مفاجاه بفضل ربنا هتسعدك كتير جدا. يلا بينا نشوف اللقاء اللي اجرته الاستاذه ابتسام سعد مع السيده ميرفت عبدو المدير التنفيذي لمؤسسه سقيا الماء. قالت ايه؟ وعلى فكره هي ما بتطلعش في الاعلام خالص، ولكن حجم الحدث كان يستدعي هذه الكلمة. يلا بينا. في أول لقاء تلفزيوني بالسيدة ميرفت عبدو المدير التنفيذي لمؤسسة سقيا الماء، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. حرص حضرتك على توقيع بروتوكول مع وزارة القوى العاملة. احنا في مؤسسة سقيا الماء حريصين ان احنا نكون يد مساعدة للدولة، بنتوسع في مشاريعنا ان احنا ميبقاش شغلنا على نطاق المية بس، لكن احنا بندعم الدولة بالمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال وزارة القوى العاملة وتوقيع البروتوكول اللي تم النهاردة بفضل الله تعالى. وبشكر سيادة الوزير محمد سعفان ان هو اتاح لنا الفرصه دي ان احنا ندعم الدوله بشكل على نطاق اوسع من شغل المؤسسه. القاهرة والجيزة، الأقصر وأسوان، أسيوط، وكمان رايحين جري بعدنا على الوادي الجديد. جولات مكوكية يا سقيا الماء ما بتستنيش معانا. الوادي الجديد رايحين الأسبوع القادم بمفاجأة هتشوفوها كمان معانا هنا من خلال البرنامج والمؤسسة. دكتور صالح، فرحنا ورينا الناس مجهود المؤسسة في الفترة الزمنية دي وتوجه المؤسسة اللي لازم كل الناس اللي بتثق فيها تبقى شايفاها بتشتغل ازاي. عاوز ان انا بقى جرعة دينية كده معاك، لان الناس بعتلي دلوقتي اثناء الفاصل، عاوز ان انا اتكلم بقى عن فضل التعاون من منظور بقى الاسلامي ودعم الانسان وقيمة الانسان والسيرة بقى النبوية وسيدنا النبي، كنا زمان الناس بيتواصلوا ويدعموا بعض ازاي، فلنتسابق في الخيرات. الله اكبر. اللي بنقول ثاني تعليقا على هذا البروتوكول بين مؤسسة سقيا الماء ووزارة القوى، إن ده نوع من أنواع الإحسان في الصدقة، توفير فرص عمل للناس وخلق فرص عمل للناس، مش مجرد إعطاء صدقة بس. كنت بنقول إن ربنا بيقول لنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان في الصدقة مش إنك بتطلعها بنية التخلص أو بنية تديها للفقير وخلاص كده أنت عملت اللي عليك، لا، ده أنت بتحسن إن أنت بتخلق له باب رزق وبتوجد له باب رزق. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها والسوداني بتعلمنا كلام جميل قوي، كانت لما تطلع صدقة تطيبها تحط عليها طيب. فلما سألوها لماذا يا أم المؤمنين تفعلين هذا؟ قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. اللي حضرتك بتقدمه لله عز وجل سواء حفر بير أو طعام جائع أو سقيا ظمآن وعطشان أو توفير فرصة عمل لمحتاج، انت بتقدمه لنفسك اولا وتقدمه لرب العالمين ابتداء. عشان كده ربنا سبحانه وجل وتعالى قال لنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، مش عند الناس. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه ان اللي هتعملوه لله
والخدمة خلق الله هو ده اللي هيفضل لكم يوم القيامة، هو ده اللي هينفعكم في الآخرة، هو ده اللي هيفيدكم بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فكان سيدنا النبي يقول لسيدنا بلال ويعلمه: يا بلال تصدق وأنفق واوعى تخاف من الفقر. فكان يقول له: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني تصدق وأنفق وساهم في الخير، واللي بتطلعه ده ربنا هيضاعفه لك أضعاف مضاعفة. عشان كده ربنا يقول لنا يا أستاذ هاني في آية عظيمة جدا فضل. والله العظيم بتخاطب القلب والوجدان، يقول فيها ربنا الرحمن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله؟ الله عز وجل هو الذي يقول هذا، الله عز وجل هو الذي يدعو الخلق إلى ذلك. من ذا الذي يقرض الله؟ يا أغنياء المسلمين من ذا الذي يقرض الله؟ يا أثرياء المسلمين من ذا الذي يقرض الله ويعطف على خلق الله ويعين خلق الله سبحانه وجل وتعالى؟ الحقيقة أنا يعني متجرة مع الله دايما رابحة، يعني ما تستناش فقط الثواب في الدنيا، لأن أنت برضه هتشوفه دنيا وهتشوفه آخرة، ولكن هدفك دايما تجارة مع الله. أعتقد دايما كلها دوافع تنفع، أنت عاوز تنفق لغاية فين وأنت مستني وبتاجر مع ربنا. ولو لم يكن من ثمرات هذه الصدقة في الدنيا يا أستاذ هاني إلا السعادة اللي أنا وحضرتك شفناها في مطروح وفي الأماكن التي نذهب إليها في وجوه هؤلاء البسطاء والمساكين اللي فرحانين بكوباية مية نظيفة بتروح لهم، كوباية مية نعمة ربما احنا يعني مش متعود عليها معانا على طول بنشرب ماء كويسة. لكن انت متخيل ان امرأة عندها 70 سنة ورجل عنده 80 سنة وبيقول لك: يا ابني انا نفسي اشرب كوباية مية نظيفة، انا كل حلمي في الحياة كوباية مية نظيفة. وبير بتكلف 25,000 او وصلة مية بتكلف 3,000 جنيه، يعني ربما تكون دي مصاريف عند البعض، قد تكون مصاريف يومية، وعند ممكن البعض ممكن تساوي عند حد تاني حياة، وتساوي عند هؤلاء الناس حياة. ده كمان انت مش بتخدم شخص. انا لما كنا في مطروح مع حضرتك يا استاذ هاني والمسؤولين في محافظة مطروح كانوا بيشرحوا لنا ان البير ده العمر الاقل ليه 100 سنة. تمام. فانت حضرتك متخيل ان انت بتشارك في خير هيقعد 100 سنة شغال في ميزانك يوم القيامة. سعادة الناس وانت لمستها بنفسك وانت موجود معايا على ذكر بقى رحلة مطروح، كلمات مؤثرة كنت شايف دايما بما انك جولات جديدة ليك يا دكتور صالح، فرق معاك قوي سعادة الناس، شوف ازاي ربنا بيجعلنا سبب ان انت تسعد الناس حتى لو باقل القليل، حتى لو ببق ميه زي ما بيقولوا. اعتقد دي رسالة مهمة مأثرة فيك، حابب برضو ان انا اخد تعليقك عليها دكتور. عشان في حديث يا استاذ هاني عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مزلزل جدا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ان او سرور تدخله على قلب مسلم، ان من اعظم الاعمال الى الله عز وجل التي تقرب الى رب العالمين سبحانه سرور تدخله على قلب مسلم. حديث سيدنا ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الخلق أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ مين من الناس ربنا بيحبه وإيه العمل اللي ربنا بيحبه؟ أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، اللي بيفيد الخلق، اللي بيوصل المية للناس، اللي بيطعم الجوعة، اللي بيعطي الفقراء، اللي بيعطي المساكين المحتاجين، اللي خيره متعدي. لأن في ناس الخير بتاعها لازم ليها بس، لكن في ناس خيرها متعدي، هم كالغيث حيثما كالمطر حيثما حل نفع، مكان ما بتحطه بيثمر وبينتج وبيخدم الناس وبيعمل مشاريع وبيقدم إنجازات وبيقدم عطايا وخدمات للخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله. إيه حضرة النبي قال لنا؟ سرور تدخله على قلب مسلم، الفرحة اللي بنشوفها في عيون الفقراء والمساكين وهم بيقولوا لنا شكرا على كوباية المية النظيفة اللي ربنا جعلكم سبب انها توصل لنا، هذه الفرحة والله لا تعدلها الدنيا، وهذه الفرحة والله لا تساويها الدنيا. وعاوز اقول لكل اللي بيشارك في الاعمال دي ان لعل الله عز وجل ينجيك وينجي اهل بيتك ويحفظك ويحفظ اهل بيتك والله بهذا العمل. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ هاني قال لنا: من مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ لما تقدم خدمة لأخوك المسلم طبعا، لما تكشف ضر عن أخوك المسلم، لما أعدلك وهتشوفها. قال من مشى في حاجة أخيه مشى الله كان الله في حاجته. ويعلم سيدنا ابن عباس يقول له: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. إن خدمة الخلق أفضل من الاعتكاف في المسجد شهر، لأن الاعتكاف في المسجد ده عمل لازم، لكن خدمة الخلق ده عمل متعدي. وربنا بيقول لنا آية عظيمة يا أستاذ هاني بيقول فيها: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: أو تكشف عنه كربة، يعني عن مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تسد عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. كان سيدنا النبي بيعلم الصحابة ده صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا حيا يفعله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقتدي به الصحابة، يساعد الفقراء ويعطي المحتاجين ويعين الأرامل واليتامى ويعطف على الثكالة، وكذا من بعده كل الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة كلهم في خدمة الفقراء وخدمة المساكين وخدمة خلق الله عز وجل. وعشان كده أنا بقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي، إحنا الكلام ربما يكون مؤثر يا أستاذ هاني، والآيات ربما تؤثر فينا واللي بيسمع يتأثر، بس احنا عاوزين نحول ده لواقع عملي. عاوز اللي بيسمعنا دلوقتي ما يستناش، يتصل حالا على أرقام المؤسسة الموجودة على الشاشة ويكون ليه دور إيجابي ويتكفل، يقول أنا هشارك ببئر أو بحر. وداخلين كمان على عيد الأضحى وموسم الأضحية طبعا، يعني أعتقد ظروف وأجواء كويسة جدا ومفيش كمان حج، فأعتقد بتبقى فرصة جيدة جدا اللي عاوز يسهم، فرصة أن نطعم الفقراء. ربنا قال لنا: ويطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فرصة أن احنا المؤسسة كمان بتقدم لنا خير عظيم وباب كبير كمان من أبواب الخير، وهي الأضحية إلى جانب سقيا الماء، فأبواب خير كتيرة قوي يا أستاذ هاني، وأبواب بر عظيمة جدا. ربنا سخر لنا مؤسسة سقيا الماء عشان تفتح لنا الأبواب إن احنا نكون خدام لخلق الله، وربنا يا رب يجعلنا خدام لخلقه. ربنا يا رب يجعلنا خدام لخلقه. دي كانت آخر كلمات الدكتور صالح الشواف معايا. عمل الخير مش محتاج مجهود قوي إن أنا أحفزك ليه بعد ما سمعنا هذا الكلام الطيب من الدكتور صالح الشواف. بشكرك جدا يا دكتور، وعلى موعد دايما باللقاء إن شاء الله في الخير دايما. الله يبارك حضرتك يا زين. كده أكون وصلت لنهاية حلقتي النهارده. أعتقد إن احنا يعني لمينا جزء كبير قوي من اللي أنتوا بعتهولنا. الحلقة القادمة إن شاء الله هنبقى في رسائل هنقولها. تقبلوا تحياتي، أشوفكم بإذن الله. رسائل طبعا من الصفحة يا جماعة، يعني الناس اللي بيبعتوا لي مشاكل كتير اوعدكم ان شاء الله بمساحه ان احنا نقول كل المشاكل ونحلها باذن الله تعالى. اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الجاي وحلقه جديده واحلام مواطن. سلام عليكم.